نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية بمناسبة تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء سيناء ومن محافظات القناة، ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في خطة الدولة تجاه تنمية سيناء. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للإرهاب اللي موجود، مش منعنا ومش هيمنعنا إن إحنا نعمل تنمية حقيقية في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زيادة شوية عن بقية المناطق، ولكن عشان أهميتها الاستراتيجية. أنا بس حبينا إن إحنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، إن إحنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها، ومحدش هيقدر ياخدها مننا. في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022. بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء أركان حرب عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة، وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين. أعقبها عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، فيما ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، مما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير. كما ألقى اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحي الحياة. كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطني تجاه وطنهم الحبيب، معربا عن سعادته بتلك اللحظة التي تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء. أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية من أبناء شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق القرال احتفالا بتلك المناسبة. طبعا بنشكر القياده السياسيه والرئيس المسلف الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي النهضه في مصر، وانا بقول مش راعي النهضه بس، ده راعي الامن والامان في مصر الحبيب، ان النهارده بيدينا عقود مؤمنه لينا ولعيالنا وللمستقبل الباهر ان شاء الله لبلدنا الحبيب مصر. بشكر كل القياده السياسيه، وبشكر كل الناس اللي ساعدونا، وبشكر الجيش اللي جابنا هنا وسلمنا العهد ده، يعني بناء على ان دي ثمره كبيره جناها وهي خدناها النهارده. احنا كل الشكر والتقدير باسم اهالي شمال سيناء، بنشكر السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على المجهودات والتنمية اللي حصلت في شمال سيناء،
ودي يمكن هتنفع أولادنا وأولاد أولادنا، وإحنا من كل قلوبنا بندعي للسيد رئيس الجمهورية أن ربنا يوفقه. يا شعب مصر في عقود وحفظ ملكية، ما حدش هيقول لك لا دي مش أرضك، لا أنت اطلع منها، دي أنسى. إحنا الناس كلنا واحد، وإحنا دي أرض اسمها أرض دم الشهداء، أرض دم الشهداء من أيام الفراعنة بوابة مصر الشرقية، ونقول في عقود وفي حفظ ملكية لأهالي مصر كلهم، ودي بداية تنمية. طالما في أرض وانت ملكتني واسمها الأمان، ما أمان دي الأمان، فوجد الأمن وجد التنمية. النهاردة بنقول شكرا يا رئيس، لأن احنا صبرنا حرب على الإرهاب، وبعدين معاناة مع الإرهاب وسنين عجاف، صبرنا كل ده لأن احنا هويتنا مصرية وانتمائنا مصري، احنا نبتات طبيعية نبتت في أرض شمال سيناء. شكرا يا ريس لأن صبرنا ما راحش سدى، شكرا يا ريس عشان لو العالم كله النهاردة هيقيس الفرحة اللي في قلبي، مش هيبقى العالم كله بكل الفرح اللي فيه يساوي الفرحة اللي في قلبي النهاردة. أنا فخورة إن رئيسي عبد الفتاح السيسي.